مشاهدينا الكرام، جميل كيف حالكم؟ مرحبا بكم عزيز قناة شيوة ستار. اليوم غادي ندير لكم طريقة عجينة ديال الرايس أو الملوز. اليوم غادي نديرو الملوز. بسم الله على بركة الله. نبداو بالمقادير. عندي هنايا بزاف نتاع التيكل فورس، حنا غادي نخون المقادير وغادي نوريكم بزاف نتاع التيكل فورس. بزاف نتاع التيكل فورس هنايا. عندي هنايا الفينو، غنديرو منو كاس صغير. كاس صغير تاع الفينو، نزلت التيكل فورس، نزلت التيكل فورس وكاس صغير ديال الفينو، كاس صغير تاع الفينو. عندنا هنايا الخمارة، الخمارة غنديرو منها غير شوية، غير معلقة صغيرة، غنديرو منها غير معلقة صغيرة، غير شوية، صافي، غير معلقة صغيرة. عندنا الخميرة في العجينة تاعي. هاد الخلطة ديال تاع الدرهم غنديرو منو، غنديرو تاهي منها غير معلقة صغيرة، لي غنديرو منها، غنديرو شوية ديال السميدة، تاهي هي معلقة. عندنا هنا الزبدة لابريري، الزبدة، الزبدة لابريري ولا زبدة العبار لي بغيتي نتيا دوبتها هنايا، يعني كيف كتشوفي دوبتها هنايا. ربع ديال بواطا دوبتها هنا. عندي ثلاثة، عندي زيت الطريق، عندي زيت الطريق. غادي نبداو دابا بالعجينة ديالنا، نديرو الملحة، الملحة ديالنا هاهي. فين كنا دابا درنا زيت الفورص وكاس ديال الفينو. الفورص تيكون غالب على الفينو باش ميجيوش لينا قاطعين. بسم الله غادي نبداو. بسم الله العجينة ديالنا تكون شوية قاصحة، الخميرة اختيارية اللي بغا يديرو ديرها، كاين اللي يدير الغليظة خميرة وكاين اللي تيديرو الخميرة. طنجرة كتجهدينا العجينة، العجينة العادية ديال الرايس، هاهي العجينة ديالنا تجمع الكريطة. دابا غنقلبو هاد العجينة شوية ونتلاقاو من بعد ما تخمر لينا ترتاح لينا باش نجيو للطريق ديالها. شوفو دلكناها مزيان، هادشي العجينة كتر جلال رطبة، هادي ما خليناهاش، ما درنا لا سميكة لا والو، مجرد أن دلكتها بالكف ديال إيديا مزيان مزيان، دلكتها مزيان وخليتها دروكا هانتي هي اللي بتخليها تريها سميكة. بسم الله على بركة الله. نبداو دابا بالطريق ديالها. هادي كيف تشوفو العجينة ديالنا، غنجيبو الزيت والزبدة وهنا الفينو باش غادي نديرو. غنبداو بسم الله، هانتي هي غنحلوها مزيان، نحلو السمنة ديالنا مزيان ونمرية، غنديرو الزيت ونديرو العجينة في الزيت والزبدة، الزبدة غنديروها من الداخل. انت تبقاو نحلو حتى تبان لك، تبان لك العجينة في الرخامة مزيان، واخا تقطع لي ماشي مشكل، هادي تقدري تجمعيها هكا، هانتيها مزيان. نبقاو نديرو العجينة في الزيت والزبدة، يتمنى الزيت والزبدة، متخافيش منها واخا تقطع لك، حنا باقي غادي نلوها هكا. نديرو الزيت والزبدة وغادي نديرو شوية ديال الفينو، نديرو شوية الزبدة. الزبدة هي لي غادي نجبدو من اللول، ها غنجبدو من اللول وغادي نتنيو بحال هكا، بحال هكا نديرو بحال هكا، بحال هكا نلو عليها مزيان مزيان حتى تجي هكا طويلة بحال شي عصا، حتى تجي طويلة بحال شي عصا كنخليو غنحطو نحطوها على جنب. من بعد نجيبو وحدة أخرى،
نحلوها مزيان انت كتشوفي معنا تحلوها هي الا كتلقى ما كتكثرش ليك الا درتي بها غتقطع لك الا خليتي العجينه ترتاح ما تكثرش ليك هاد العجينه مدلوكه هانتيا بحال هكا باش ما تقطعش ليك خلي العجينه ترتاح ندير شويه د الزبده شويه د الزيت غنرشو بالفينو نرشو مزيان بالفينو وغنشدو من اللول ديال المسمنه وندورو بحال هكا بحال هكا حاشو عصيه هيا غنبلوها مزيان هاي هاي كيبلوليا نحطو واحدة أخرى نبداو نعاودو نوريكم واحدة أخرى بحال هكا نتي حسب كمية العجينة اللي عندك واش بغيتي ديريها بصغار بغيتي ديريهم كبار ملويات صغار ولا ملويات كبار على حسب الكرة ديال العجينة بغيتيهم كبار كتديري العجينة كبيرة بغيتي ديريهم صغير ولا كديري غير الكرة نتاع العجينة بحال ديال السمنة صغيرين هانتي كتحليتها هانتيا نتمنى انك تشوفيني مزيان تبعي الخطوات صرفتها مزيان ها الرخامة كتبان ليا من العجينة غادي ندير فيها الزبدة ديالها المعجنة شوية ديال الزويكة هي الزبدة هي اللي كتصاوبها مزيان ندير شوية ديال الفينو هاكا نعاودو تاني هاكا نجبدو العجينة و نسلولو جبدو العجينة و نسلولو بحال هاكا نجبدو العجينة و نسلولو هادو دابا هما مرتاح نخدم نعاودو وحدة أخرى نعاودو وحدة أخرى باش تعرفو كيفاش كيف قلت لكم من الاول الا ارتحت العجينه ما غاديش تقطع لكم شتي دابا انا الاول قطعت ليا ولكن ملي ارتحت العجينه ما قطعاتش ليا ملي ارتحت العجينه غادي معها بحال المسكه هانتيا هنا ندير شويه ديال الحوت عاود عاود ثاني نجيبها ندورو هكا نخدمهم دابا هاهما كيف تشوفي دابا هاهما غيبقاو لينا هادو دابا تيرتاحو شوية باش نجيو عاود تاني نصاوبو دابا حتى يرتاح لينا شوية تحت لينا العجينة كيف كتشوفي دابا غنديرو واحد التخليطة باش غادي نكرصوهم عاود تاني غادي نديرو شوية ديال الخمارات الحلوة هاهي شوية غي شوية شوية معلقة صغيرة غنزيدو ليها شوية ديال الفينو هادي التكريصة تاعنا غنزيدو ليها شوية ديال الفينو وغنديرو ليها شوية ديال الزبدة باش غنخلطوها غي شوية هكا ولا شوية الزيت هاد التكريصة تجينا فوسط من فوسط من الملوية هانتيا هي باش غادي ندهنو الملوية خاصها تكون شوية جامية درنا فيها الخميرة ودرنا فيها سميتو الزبدة هاد التكريصة غتبقى لينا على جنب ومن بعد دابا غادي نبداو باللولة ديالتنا ها هي اللولة ديالتنا طلقات طلقات اللولة ديالتنا ها انتي كتشوفي غادي نبداو دركا غنبداو غنشدو بحال هكا نكرصو نكرصو بالزبدة والزيت دابا عطيناهم بالداخل ها هي غادي كنكرصوهم هكا طوال طوال واخا تقطع ليك ماشي مشكل يعني ديما الاولى هكا نغرسو بالزبدة والزيت وندهنو هي كتبغي الخدمة شوية ولكن ماشي مشكل غنشدو هاد الخليط دابا هاد الخليط غير بحال شوية غير شوية باش يجينا فوق وسط هادي وخلينا العجينة دابا غادي نشدو من اللول غادي نبقاو اللول بحال هكا بحال هكا هانتي تشوفي هنا هانتيا غادي وكتكرصي غادي وكتكرصي بحال هكا بما انك تبعي الخطوات هانتيا هادي دابا غادي وكت هانتيا دابا هادي غادي نجمعوها مزيان بحال هكا نجمعوها ونحطوها نجمعوها نحطوها غادي ناخدو وحدة أخرى هاهي ونكرصو شفتي منو غادي مزيان نمليها
دو زيت الزبيدة، هذا الزيت الزبيدة راهم هكا، نحطهم نعاودهم في الجهة الأخرى، غادي ندوي شوية في الخدمة، ولكن غير الخاطر هو كيجي غزال وكيجي مورق. هاديك الخليطة لي درناها هي غادي نديروها الفوق لي غنسالو ونديروها. هي اللي كتعاونا على الطبق هانتيا بحال هكا، هادي تمرقة دابا هانتيا غادي تجبديها مزيان، من بعد غادي تبداي من اللول، تبداي من اللول هكا هانتيا بحال هكا بحال هكا بحال هكا، غادي نلو غادي نلو غادي نلو غادي نلو حتى نكملو الراس ديالها، وبقاو غادي نقرصو بقاو غادي نقرصو هانتيا. دابا هاديك بلاد غادي كنهدر عند الراس ديالها غادي نخلوه، من بعد غنديرو ليها بحال هكا نجمعوها ونخلوها تطلق هانتيا، هما جوج هادا هادو خصهم يطلقو مزيان. نعاودو تاني وحدة أخرى معاكم باش تطلعو واش كنديرو مزيان هانتيا. درتو هادي يكون عندك فوق الكوزينة يكون كبير بحال هكا ونقي وتاكلو مزيان بحال هكا. غادي نديرو نصف طاري بنة، الخلطة البنة نتاع الشينو والخمارة نديرو هكا هي باش تعاونا على الطبق هانتيا. نديرو شوية الزبدة صافي، هادي هي كتشوفوها هي شريط كبير هانتيا، حيت كديري شريط كبير وهي كديرها هانتيا. أنا غادية معاها كنوي 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 صافي، غادية وكنوي وكنكرص كنوي وكنكرص بحال هكا. هي 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 كنلقى هانتيا بحال هكا، هاهي هاهي كتجي بحال شي بحال شي حليوة هانتيا. غنعاودو الأخرى، هادي هي الأخرى ديالنا كتشوفي مزيان هانتيا كيف كنقرص، كنقرص بالزبيدة بنات بدا من الداخل هايا. هادو غادي يطيبو يطيبو بلا زيت، هي كترشي شوية ديال البقلة كتبقى طيب ليك المنوية ديال، وكترشي غير بحال هكا بالأصابع ديال بحال كطيبي المسمن، هو فيهم زبدة من الداخل صافي، ميحتاجوش لا زيت لا والو. نديرو الخليط ديالنا لي درنا هو كنجمل، وهادو هما الملاوي ديالنا، هادو هما الملاوي ديالنا. نتمنى أنك تجربيهم تجربيهم مع وليداتك بهاد المناسبة ديال رمضان، تيجيو زوينين وتيجيو راقيين، وهادو يمكن لك تعمريهم فرماج، ديري معاهم فهاد اللوية فرماج، ديري فيهم أي حاجة بغيتي. هاد اللوبيا لي كنلويو تقدري ديري الفرماج، مرة أخرى نديرهم ليكم إن شاء الله بالفرماج. وهاد هما الملاوي ديالنا كيف كتشوفو معانا، هادو هما الملاوي ديالنا، نخليوهم حتى يطلقو لينا واحد شوية، من بعد غادي نكرصوهم، من بعد يطلقو لينا غادي نكرصوهم وغادي نطيبوهم وغنقدموهم ليكم إن شاء الله في الطبق ديال التقديم. وشكرا لكم. الملاوي ديالنا كيجاو لينا كيف كتشوفي ها انت، كي كتشوفي كيف كيجاونا، جاونا زوينين انت، هما محمرين وطايبين انت شوفي قدام ليكم انت، هي هما كيف من انت شوفي من الداخل مورقين وطايبين انت، هي كنتمنى انك تجربيهم ما غاديش تندمي عليهم، كيجيو زوينين وطايبين من الداخل. ولا بغيتي تقرصيهم اللي تخليهم يخمروا حيت شفتينا لويناهم اللي ملي يخمروا ليك قرصيهم، ما تقرصيهمش بزاف بحال المسمنه، خليهم شويه غلط باش هذاك هو الملوي كي الا خليتيهم غلط شويه كيجيوك زوينين. وانت كيف كتشوفيها هما، كنتمنى انك تجربيهم تجربيهم لوليداتك ولضيافك. وشكرا لكم، كنتمنى انكم ديروا لي ابوني وشكرا لكم.